جريد 4، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نكمل يونت 1 ليسون 3. اخر حاجه اتكلمنا عنها كنا اتكلمنا عن البلايند سيل والانيمال سيل، وعملنا كومبيرزون ما بين البلايند سيل والانيمال سيل، وعرفنا ايه الحاجات الموجوده هنا وايه الحاجات اللي موجوده هنا. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن اليوني سيلولار ليفن اورجانيزم. كنا اتكلمنا عنهم قبل كده وقلنا ان احنا عندنا نوعين من الليفن اورجانيزم اللي هما المالتي سيلولار ليفن اورجانيزم. Multicellular liver organism have more than one cell، اللي عندهم اكتر من cell، والexample زي الhuman والanimals والplants، ودول اتكلمنا عنهم بالتفصيل وعرفنا البادي بتاعهم بيتكون من ايه. بعد كده اتكلمنا عن unicellular liver organism وقلنا ان هو have one cell، عندهم cell واحدة، والexample عليهم زي yeast fungus والبكتيريا. طيب هنرجع نتكلم عنهم النهاردة ونشوف كده البادي بتاعهم بيتكون من ايه، وقلنا ان البادي كلهم بتاعهم بيتكون من سيل واحده بس زي اليست فانجس. الاستراكشر بتاعه زي ما احنا شايفين شكله كده في البيكتشر اللي قدامنا. نمبر 1 سيل وول، هاف سيل وول، يبقى طالما عنده سيل وول يبقى زي البلانت سيل، عنده ديفينيت شيب، ليه شكل محدد زي ما احنا شايفين كده، وكمان السيل وول بيعمله سبورت وكمان بيديله ايه ديفينيت شيب. يبقى تاني السيل وول بيديله سبورت وكمان بيديله ديفينيت شيب، give it definite shape and support yeast fungus. number 2 النيوكليوس، وكمان هي نفس الفانكشن بتاعتها اللي موجوده في البلانت سيل والانيمال سيل. الفانكشن هي organizes all biological operation، بتنظم كل العمليات اللي بنعملها باجسامنا زي مثلا الريبرودكتيف والموشن والريسبيريشن والدايجيشن، كل الحاجات دي كانت هي اللي بتنظمها. واخر حاجه قلنا ان هي كانت responsible for cell division، مسؤوله عن cell division. number 3 السيتوبلازم، وقلنا ان السيتوبلازم all biological operation occur nest، كل البيولوجيكال operations بتحصل جواه. number 4 الفاكيول، هو عنده فاكيول واحده. طب يبقى تاني الاستراكشر بتاع اليست فانكسي سنه رابعه. number 1 cell wall، number 2 nucleus، number 3 سيتوبلازم، number 4 فاكيول. وبكده يبقى بان اليست فانجس بيقدر يعمل كل البيولوجيكال اوبريشن اللي اي ليفن اورجانيزم بيقدر يعملها. كده اثبت ان السيل هي ذا يونت اوف استراكشر اند فانكشن، لان هو عنده سيل واحده وبالسيل الواحده دي قدر يعمل كل البيولوجيكال اوبريشن اللي زيه من الليفن اورجانيزم بيقدروا يعملوها. ازاي يعني؟ مثلا لو مالتي سيلولار ليفن اورجانيزم عندهم سيلز كتير بيعملوا البيولوجيكال اوبريشن دي، برضو هو بالسيل الواحده اللي عنده قدر يعمل كل البيولوجيكال اوبريشن اللي بيعملوها المالتي سيلولار. يبقى هو اثبت ان السيل هي ذا يونت اوف استراكشر اند ذا فانكشن، هي اليونت اللي مسؤوله عن الاستراكشر البناء وكمان الفانكشن اللي هي الوظيفه اللي بنعملها او البيولوجيكال اوبريشنز اللي بنعملها باجسامنا كل يوم. يبقى هو بسيل واحده قدر يعمل كل البيولوجيكال اوبريشن اللي كل ليفين اورجانيزم يقدروا يعملوها. يبقى تاني اليست فانجس اثبت ان السيل هي ذا يونت اوف استراكشر اند فانكشن بدليل ان هو عنده سيل واحده وبيقدر يعمل كل البيولوجيكال اوبريشن اللي كل ليفين اورجانيزم بيقدروا يعملوها. تاني الاستراكشر بتاع اليست فانجس بيتكون من السيل وول، نيوكليوس، سيتوبلازم، فاكيول. سيل وول، نيوكليوس، سيتوبلازم، فاكيول. طيب هنتكلم عن الايكونوميك امبورتنس اوف ييست فانجس. الايكونوميك امبورتنس يعني معناها اهميته ايه او بنستخدمه في ايه. نمبر 1 ات يوزد ان ميكينج بريد، زي ما احنا عارفين قبل كده ان اليست فانجس ده الكائن اللي عايش في الخميره اللي بنحطها على العجينه. طيب هو دلوقتي لما انا بعمل ادنج لليست تو رول، لما احط العجينه دي الخميره سوري على العجينه دي، بيحصل لها ايه؟ بسيبها شويه كده وزي ما بيقولوا بالبلدي ان هي بتنفش كده، بتكبر او بتتنفخ كده. الانتفاخ ده مسؤول عن ايه؟ قال لي ان اليست لما بيتضاف للرو للعجينه بيطلع كربون دايوكسيد جاز، والكربون دايوكسيد جاز ده هو اللي مسؤول ان يحصل زي سوالوينج كده في زي سوالو كده في العيش، يعني بيحصل له انتفاخ معين كده نتيجه صعود الكربون دايوكسيد جاز. يبقى تاني اليست بريديوس كربون دايوكسيد ذات ميك بريد بورز، بيخلي البريد منتفخ وشكله حلو جدا. احنا لما بنشوف مثلا العيش لسه طالع كده بنلاقيه شكله حلو جدا وبيلمع، فاللي بيديله اللمعان والشكل ده هو اليست فانجس بعد ما طلع كربون دايوكسيد جاز. يبقى تاني
ال yeast produce carbon dioxide gas that make bread boars. Number two, it used in making alcohol. بستخدمه في ان انا بصنع منه الالكحول عن طريق ان انا لما بضيف ال yeast fungus ده to sugar solution, يعني sugar solution يعني زي الملاس, الملاس اللي هو العسل, ودي حاجة مسكرة جدا. لما بضيف ال yeast fungus عليها بيتحول لألكحول وبيطلع برضو كاربون دايوكسيد جاز. طيب جربوا التجربة دي عن طريق مثلا زي ما احنا شايفين كده. Yeast fungus produces carbon dioxide gas when it added to a sugar solution. جبنا sugar solution وزي مثلا for example الملاس, الملاس اللي هو العسل الأسود, وحطينا عليه yeast fungus وزي ما احنا شايفين حطيناه في بوتل كده, وحطينا من فوق بالون. البالون زي ما احنا شايفين ان هي بتبتدي بعد فترة كده بتبتدي تتنفخ, ده نتيجة ان طلع carbon dioxide gas هو اللي خلاها تنتفخ كده. يبقى اليست فانجس تاني نقول الايكونوميك امبورتنس بتاعت اليست فانجس, يوزد ان ميكينج بريد ويوزد ان ميكينج الكحول, وفي الحالتين بيبرديوس كاربون دايوكسيد جاز, بيطلع كاربون دايوكسيد جاز. اخر حاجه, سام يوني سيلولر اورجانيزمز ار هارمفول وايل اذرز ار يوزفول. في بعض من اليوني سيلولر ليفر اورجانيزم دول بيكون هارمفول يعني مضرين, والبعض التاني بيكون useful يعني بيكون مفيدين لنا. طيب نتكلم الأول عن harmful unicellular organism زي مين؟ قال لي as bacteria that causes disease, هي البكتيريا اللي بتسبب الأمراض أو بتعمل أمراض لو لمس أجسامنا يعني, فدي بسميها harmful unicellular organism, دي تعتبر unicellular بس مضر. أما النوع التاني اللي useful unicellular organism هو الكائن اليونيسيلولر بس مفيد متعايش معانا واحنا متعايشين معاه عادي وما بيسببش امراض, زي ايه؟ as bacteria that used in make yogurt and cheese, البكتيريا اللي بنعمل منها اليوغورت الزبادي, دي البكتيريا بتبقى موجوده في اللبن بنقدر نعمل منها اليوغورت, وبرده نفس الكلام البكتيريا بتبقى موجوده في اللبن والزبادي بنقدر نعمل منها التشيز الجبنه, ودي حاجات احنا اوريدي بناكلها يعني, ف يعتبر useful unicellular organism, دي كائنات مفيدة ومتعايشة معنا واحنا متعايشين معها عادي. يبقى تاني انا عندي نوعين من unicellular harmful ويوسفول. harmful زي البكتيريا that causes disease اللي بتسبب امراض, والنوع التاني اليوسفول as a bacteria that used in making yogurt and cheese, البكتيريا اللي بنعمل منها اليوغورت والتشيز. وكده يا سنرابة احنا خلصنا lesson 3, وأشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.